كرة القدم لعبة شعبية ساحرة بتجمع الصغير قبل الكبير وبتشد كل الطبقات، الفقير والمتوسط والغني. لكن تتخيلوا المتعة دي تتحول لكوارث وأرواح تفتقد؟ ده بقى هو اللي مش عادي. خليكم معانا عشان نعرف الكوارث والأحداث الغريبة اللي حصلت في ملاعب كرة القدم. أهلا بكم في رحلة جديدة من رحلات الرحالة، والنهاردة حلقتنا عن كوارث حصلت في ملاعب كرة القدم. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لنا فولو وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان الحلقات توصلك اول باول. خليكم معانا، تعالوا نبتدي الكوارث باقل ضحايا ونمشي بالتدريج. الاولى وهي الكارثة الاصعب والابشع في تاريخنا كمصريين، وهي حادثة بورسعيد اللي لحد دلوقت محدش فاهم تفاصيلها وألغازها. وكل اللي وصل لنا اللي في فبراير سنة 2012 كان في ماتش بين الأهلي والمصري، وطبيعة ماتشات الأهلي والمصري بتبقى سخنة حبتين، بس المفروض السخونة دي كورة في الملعب مش أكتر. اليوم ده كان فيه وشوش غريبة في مدرجات المصري، ناس أقل كلمة تتقال عليهم رد سجون، مش مشجعين أبدا، وكان باين للكل كان يوم صعب ومش هيعدي على خير. وده حصل من أول وصول جمهور الأهلي لمحافظة بورسعيد. الأمن نزلهم قبل المحافظة بشوية وأمن مروحهم لحد الاستاد عشان ما يحتكوش بأي حد في المحطة. وبالرغم أن المصري فاز في الماتش ده على الأهلي 3-1، يعني حتى لو كان في ميت خناق بسبب الكرة أنت خلاص كسبت وخدت حقك، إلا أن بعد الماتش حصل اللي ولا على البال ولا على الخاطر. فجأة نور الملعب كله يتفي، مين اللي طفى النور؟ محدش يعرف. وفجأة بدون أي مقدمات ناس بسلاح أبيض يهجموا على مدرجات الأهلوية ولعبت الأهلي في الملعب، واللي كان طبعاً ما عمش أي حاجة عشان يدافعوا بيها عن نفسهم، ما هي ناس دخلت تشجع مش تتخانق. فقالوا ما قدمناش غير إننا نهرب من البوابات بأقصى سرعة، لكن للأسف بوابات المدرج مقفولة. لا دي مش مقفولة بطريقة عادية، دي ملحومة، مع إن الطبيعي في نهاية أي ماتش بخمس دقايق كده الأبواب بتبتدي تتفتح عشان الناس تبتدي تطلع. كده الجمهور الغلبان كان بين نارين، بوابات مقفولة وسور عالي، لا إما بلطجية واقفة وراك بسكاكين ومطاوي. واستشهد 74 نفس بريئة كان كل حلمهم يروحوا يتفرجوا على ماتش، وانتقل 1000 مصاب للمستشفى. واستنونا قريب هنعمل حلقة مطولة عن حادثة بورسعيد، هنحكي لكم كل التفاصيل الغريبة. الكارثة بقى والمأساة التانية كانت في انجلترا يوم 15 إبريل سنة 1989، كارثة ملعب هيلزبراه، ماتش نص نهائي كاس انجلترا بين ليفربول ونوتنغهام فورست. الاتحاد الانجليزي اختار ملعب هيلزبراه عشان يتلعب عليه الماتش، ملعب محايد يعني. المشكله ان الاستاد ده كان سعته كلها 35000 مشجع بس، والمدرج اليمين اللي اتخصص لجماهير ليفربول ما كفاش غير 16000 بس، وده ما يتناسبش ابدا مع حجم جمهور الليفر اللي كان جاي يشجع فريقه. وبعد 3 دقايق بس من الماتش جمهور ليفربول كان بيدافع عشان يدخل يشجع فريقه، والمدرج خلاص ما بقاش يستحمل والناس بقوا فوق بعض وحرفيا كلهم اتخنقوا، وكله بقى عايز يهرب من التكتيفة دي. وفي ثانية المدرج بقى مدعكة بشرية، كله عمال يضرب في كله. والكارثة الأكبر بقى هي سور حديد بين المدرجات والملعب، والسور ده اللي خلى الكارثة تبقى كارثتين، لأن الناس ما بقيتش عارفة تهرب وخلاص بقى محبوسين جوه المدرج. وفي وسط كل ده غياب كامل لأي شكل من أشكال التنظيم، والنتيجة 96 بني آدم ماتوا وأكتر من 750 مصاب بقى عاد مستديم. التحقيقات بقى وقتها قالت ان جمهور ليفربول هو السبب لانه كان سكران ومش عارف هو بيعمل ايه، بس الدنيا قامت وما قعدتش بسبب التصريح الاسود، لان طبعا ما كانتش هي دي الحقيقه. والتحقيقات فضلت شغاله لحد 2016، تخيلوا لما خرج اللورد ديفيد بتقرير برأ فيه الجمهور وقال هم كانوا سكرانين بس مش ده الملعب المناسب اللي يستضيف عدد البشر دي. وكمان الشرطه ما قدرتش انها تسيطر على الموقف ورمت فشلها على الجمهور، وكمان قال ان السور الحديد ده كان هو سبب في موت الناس لانهم ما لقوش اي منفذ للهروب. عشان كده دلوقتي وانت بتتفرج على ماتشات الدوري الانجليزي هتلاقي الجمهور زي ما يكون قاعد جوه الملعب مع اللعيبه، فرق بسيط قوي ما بينهم اللي هي لوحه الاعلانات. نيجي بقى لاكبر كارثه فيه، وهي كارثه استاد ليما في بيرو. بيرو دي دوله لاتينيه، واللاتينيين بقى مجانين كوره، العيل منهم يتولد على النجيله ويكون امل ابوه وامه انه يطلع لعيب محترف عشان خاطر ينشيلهم من الفقر اللي هم فيه. ويجي يوم 24 مايو سنة 64، وده كان ماتش مهم جدا بين منتخب بيرو والأرجنتين، والماتش كان على أرض بيرو، والمدرج ما كانش فيه مكان لرجل بني آدم، 50000 في الاستاد والدنيا مولعة على الآخر، والأرجنتين جايبة جون لحد الدقيقة 84 والدنيا مش مستحملة. لكن هوب بيرو اتعدلت والجماهير تطير من الفرحة، وكلهم في فرحة هستيرية من الجون اللي دخل. قوم يطلع الحكم مرة واحدة يصفر ويقول أنا هلغي الجون، انا شفت المهاجم بتاع بيرو ضرب مدافع الارجنتين قبل ما يجيب الجون. الجماهير طبعا اتجننت، تلغي الجون مين يا عم انت؟
انت مجنون ولا ايه؟ وده كان السؤال اللي سأله زعيم العصابة اللي من بيرو للحكم لما اقتحم الملعب ونزل له، وده عشان يضربه. الجماهير بقى لقت المعلم فيكتور نزل الملعب، راحوا سخنوا هما كمان ونزلوا. الشرطة بقى شافت المنظر ده، راحت في ثانية دخلت وأمنت اللعيبة والحكام وأمنت خروجهم من الملعب، وقعدت تضرب بقنابل غازية مسيلة للدموع. الجماهير بقى بعد ما كان كل حلمها ان هي تنزل تضرب الحكم، بقى كل أملها ان هي تخرج وتهرب من الاستاد، وده طبعا بسبب الغاز بتاع الشرطه اللي خنقهم. لكن للاسف برضو البوابات كانت مقفوله، ومات ساعتها 328 مواطن. يا ريت الموضوع وقف عند كده، ده كمان خرجوا من الملعب مشوا يحرقوا في البلد كلها. الدنيا ولعت في بيرو لدرجه ان الرئيس اعلن حاله الطوارئ في البلد. ده كان ناقص كمان تقوم حرب. طب استنى، انتوا بتقولوا فيها؟ فعلا قامت حرب بسبب ماتش كوره. لسه كنا بنقول ان بتوع امريكا اللاتينيه دول مجانين كوره، ودايما دربياتهم بتكون مرعبه وخطر. وفي سنه 69 هندوراس وسلفادور كانوا بيصفوا على مين فيهم اللي يصعد كاس العالم. هيلعبوا 3 ماتشات، واحد في هندوراس وواحد في سلفادور وواحد في ارض محايده، واللي هيكسب ماتشين هيصعد، واللي مش هيكسب هيبقى حظ سعيد بقى المره اللي جايه. وجه اول ماتش 8 يونيو سنه 69 في هندوراس. الشعب الهندوراسي عمل حركه صعبه قوي، راح تحت الفندق اللي نايمين فيه لعيبة السلفادور وقعدوا يشغلوا أغاني ويطبلوا. فرح بلدي اتفتح تحت الفندق، وده عشان خاطر اللعيبة ما يدوقوش طعم النوم، ونزلوا الماتش مش شايفين قدامهم، وفعلا خسروا 1-0. الشعب السلفادوري اتوعد الهندوراس انه هياخد حقه منهم، ودول بقى ما اكتفوش بالطبل والموسيقى اللي تحت الفندق بس، دول جابوا خنازير وكانوا بيدبحوها وبيرموا الرسام بتاعتها جوه الفندق على اللعيبه، وكل ده تحت رعايه الحكومه. ونزلوا الماتش برضو مش شايفين قدامهم وخسروا 3-0. الشعب الهندوراسي اتعصب وقال مش احنا اللي يحصل معانا كده. خرجوا في الشوارع بتاعت بلدهم، واي واحد سلفادوري يقابلوه كانوا بيذبحوه ويحرقوا محلاتهم ويغتصبوا ستاتهم. السلفادوريين بقى يسكتوا؟ لا طبعا، قالوا تعالوا لنا بقى في الماتش الاخير. الماتش الاخير اللي في ارض محايده فعلا اتلعب، وقدرت السلفادور اللي هي تفوز وهي اللي تصعد كاس العالم. ساعتها الحكومه بتاعت السلفادور اعلنت بعد الماتش قطع العلاقات مع الهندوراس والحرب عليهم سنه 69. وقعدت السلفادور تحتل حته حته من الهندوراس لحد ما في لحظه قربت توصل للعاصمه. ولولا تدخل الدول الكبرى اللي اقنعوهم بالقوه بانهاء الحرب، وكانت نتيجه الحرب دي كلها موت 3000 واصابه الالاف من الاشخاص. وكل ده نرجع نقول بسبب ماتش كوره. طب تعرفوا ان في لاعب اتقتل بسبب انه جاب جون في كاس العالم سنه 94؟ كولومبيا كانت داخله كاس العالم ده بطموحات كبيره انها تاخده، بلد المخدرات وشاكيرا وبابلو سكوبار. المهم ان المنتخب الكولومبي خسر اول ماتش قدام رومانيا، جماهيره كانت مستنيه اللي هو يعوض قدام امريكا، لكن للاسف مدافع اسمه سكوبار دخل جون في نفسه غصب عنه، لدرجه ان من صدمه المعلق فضل يقول كلمه جون 6 مرات. viene Winalda por izquierda. Sigue Carles. Buscó por el medio. ورجع المنتخب الكولومبي بلده واعتذر اللاعب الغلبان عن اللي حصل منه. لكن في يوم من الايام وهو خارج من مطعم في كولومبيا وقف واحد قصاده وفي ايده مسدس وضربه 6 رصاصات، ومع كل رصاصه كان عمال يقول جول 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 زي ما المعلق اتصدم لما الجون دخل في كولومبيا. وراح الشاب الغلبان ابن 26 سنه بسبب جول. واخر حادثه معانا هي كارثه الدفاع الجوي في مصر اللي راح ضحيتها 22 شخص من جمهور الزمالك من زينة الشباب بسبب نفق حديدي مظلم ضيق كان معمول للجمهور عشان يدخلوا بيه الاستاد. وطبعا مع تدافه والنفس حصل هرس للناس ومات ضحايا زي ما احنا عارفين. ربنا يرحم كل اللي اتذكروا في حلقه النهارده، وده يخلينا اللي احنا ناخد بالنا اكتر في اي تنظيم حدث. ودايما افكرك ان حياتك مفيش اغلى منها، فحافظ على نفسك. وبس كده، يا رب نكون قدرنا نفيدكم حتى لو بمعلومه بسيطه. استنونا في رحله جديده من الرحاله.